يقول نعم لقد أسأت الظن في أحد من الأشخاص ثم ظهر لي مؤخرا أنه رجل صالح وقد كتمت الظن في نفسي، هل علي إثم؟ وإذا أظهرته ماذا علي؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فتحسن الظن بأخيك المسلم ما لم يظهر لك شيء من المخالفة فتناصحه سرا بينك وبينه، أما أن تسيء الظن به وهو مسلم هذا لا يجوز. أحسن الظن بأخيك، وما حصل منك عليك الاستغفار والتوبة إلى الله ولا تعود لمثل هذا. نعم.